انا بس عايز اسال سؤال خارجي في السياسه الخارجيه. حضرتك تفضلت انه المؤامرات اللي بتدور حوالينا سواء في فلسطين او في السودان او حتى في الصومال دلوقتي البحر الاحمر كلها في وقت واحد ومش عارفين سببها ايه. هل هي تطور للاحداث وصلتنا لهذه الحاله؟ اللي انت شايفه في العالم كله هو نتاج الحراك ده، في حراك عالمي وبالتالي انت تداعياته انت بتمسك بشكل او باخر، تداعي اقتصادي او تداعي امني زي ما تحب، لكن في الاخر التداعيات بتاعه الحراك ده انت مش بتاثر في مصر بس، لا هي متاثره في الدنيا كلها، في العالم كله. اوروبا النهارده عامله ازاي؟ النهارده لو تشوف شرق اسيا واللي بيحصل فيه، اليابان والكورياتين و الفلبين والصين، يعني ده كله هو عبارة عن حراك وانت جزء من العالم ما تقدرش تنفصل عنه. فلو في أزمة في أسعار في مثلا يعني محاولة التأثير على المواصلات بتاعة التجارة دي بيبقى ليها تداعيات اقتصادية والأسعار بترتفع وسلاسل الإمداد بتتعثر زي ما حصلت في 2020 كده مع كورونا. طب ما هو ده التداعي ده انت يعني جالك منه تأثير سلبي وقدرت تستوعبه، لكن كمان بعد ما كورونا ما جت التداعي استمر في حاجة تانية بأزمة أخرى، الأزمة الروسية الأوكرانية، وسلاسل الإمداد تعثرت بشكل تاني والمنتجات ارتفعت أسعارها بشكل تاني فأنت برضو تأثرت. ثم النهاردة الأزمة اللي موجودة أزمة غزة والتداعيات بتاعتها، وبنتمنى إن الموضوع ينتهي على كده وما يوصلش به لتداعيات أكتر، ونجد إن الموضوع ده بيتجه إلى الشمال في اتجاه لبنان والأزمة تكبر أكتر من الواقع اللي إحنا موجودين فيه كده، عشان نقدر يعني عشان نقدر نستوعب ونقدر إحنا بنبذل جهد كبير جدا عشان نحاول نصل إلى وقف إطلاق نار حتى نلملم الموقف الصعب في غزة والرهائن يتم إطلاقهم والسجناء يتم إطلاقهم ونخش في مرحلة جديدة بتاعت الإعمار ما بعد الحرب. يعني ده النص الأولاني من يبقى إذا نحن كدولة كجزء من العالم بنتأثر بالحراك اللي موجود في العالم لتشكيل عالم جديد. أنا قلت في الخطاب أو بقولها دلوقتي يعني هو معكم أينما كنتم، هو معكم أينما كنتم، فإذا كنا مصدقين هو مطلع وشايف، هو مطلع وشايف وهو يسمع ويرى، وإحنا بنقول له يا رب ما تحرمناش من فضلك، إحنا مش فاهمين كل حاجة، أنت العلام علام الغيوب يفعل ما يشاء. كل سنة وانتم طيبين.